عزل الفلول، واعتقد انه خطوه عزل الفلول خطوه مهمه جدا لو كانت الثوره هتكمل. تمام. طيب حضرتك شايفه ان الخطوه دي يعني مش انقلاب على الشرعيه؟ لا، بالمره. احنا دلوقتي في حاله ثوره، وثوره حاولت ان هي تمشي بالقانون، ولما اتفتح قدامها سكه انه انتخابات واجراءات فصيل كبير منها مشي، لكن الواضح ان الطريقه دي في الظروف والقوة اللي موجودة ما هيش الطريقة اللي هي فعلا هتجيب الحكومة اللي الشعب محتاجها وعايزها. طب حضرتك شايفة انه الاخوان موافقتهم على المجلس الرئاسي المدني او عدم موافقتهم ده مؤثر على الموضوع؟ طبعا اكيد انه مؤثر. الاخوان يعني فصيل من فصائل الثورة، ويعني عنده البرلمان ومهم يعني، لكن في الاخر يعني اعتقد ان الحراك الثوري هيمشي، واللي مش هيمشي معاه هيقع